ايه ده؟ لا ما انا مش عايز اوصل لحاجه. ايوه 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 اسالي. السؤال رقم 8. لما بتسمع عن فنان شاب اعتزل وساب الغنى وقال عليه ان هو حرام، طبعا بتكلم تحديدا عن ادهم نابلسي، انت وجهه نظرك ايه؟ وما تقوليش انا ماليش دعوه، انت بتكلم كواحد في الوسط وفنان وحد بيقول لك مثلا ان شغلانتك دي حرام. والله بصي انا مش شيخ، وانا شايف ان كل الشغلانات فيها حرام وحلال. في شبهات ممكن الواحد يتجنبها. زي مش عايز احدد الشبهات. زي ايه الشبهات اللي عندكم؟ مش عايز احددها علشان لو لينا زملاء بيعملوها ربنا يهدي الجميع، مش عايز احددها. طب ايه الحاجات اللي انت رافض تعملها اصلا في كليباتك عامه، في اغانيك؟ لا هي مش كليبات، انا فكره ان انا اغني في اماكن فيها شرب دي مشكله بالنسبه لي. ما بتغنيش في اماكن لا لا ما بغنيش، فدي عندي تحفظات على حاجات. انا طب لو انت في مكان وفي رقص ما بشتغلش، لو فرح ما تشتغل مع حد تاني مش قبلي مش معايا يعني. بتسألهم الأول؟ لا ما بسألش، بس هي مش هتطلع في فقرتي يعني، مستحيل تطلع في فقرتي. بتشترط؟ طيب ما تطلعش في فقرتي. ما اشترطش، لا هو أكيد مش هيتعمل لي مفاجأة، لأن تعمل لي مفاجأة همشي أنا كمان أعمل مفاجأة. طيب لو كنت في مكان مثلا حفلة طلعت واحدة موجودة طلعت رقصت على الستيج. لا هو الرقص فن، نوع من أنواع الفنون، ليه ناس بتحبه، بس هو انا ما ينفعش يتجمع معايا وانا بغني يعني، انا ببقى شايف ان انا لازم اخد الاهتمام كامل. انا دي نرجسيه. لا مش حرام وحلال. لا 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 هو الحرام والحلال انا مش انا اللي هقوله يعني، اللي يحرم ويحلل الشيوخ. انا بالنسبه لي ده نوع من انواع الفنون، انا شايف ان اللي انا بقدمه محتاج اقدمه لوحدي. هرجع لموضوع ادهم. هرجع لموضوع ادهم واقول لك إن لو هو مرتاح في اللي هو عمله، إحنا عايشين مرة واحدة، وظيفتك إنك تنامي على مخدتك بالليل مبسوطة. تنامي مبسوطة وأنتي بتغني، تنامي مبسوطة وأنتي معتزلة، تنامي مبسوطة وأنتي في جامع، تنامي مبسوطة وأنتي في أي مكان. فكرت في الاعتزال قبل كده؟ فكرت. ليه؟ لا فكرت كان إحباط ليه علاقة بالبهاء. هنروح للموضوع ده بعدين. بس يعني فكرت دينياً؟ دينياً دايماً بفكر في كل حاجة. دايما بفكر. لا لكن فكرت في الاعتزال دينيا ان لا الغنى حرام؟ لا ما فكرتش لسه لحد دلوقتي خالص، ما فكرتش، لا ما جاش في بالي الموضوع حتى لسه يعني، لان انا مش شايف الموضوع حرام، انا شايف انها هوايه يعني، هو ورث ربنا مديهولي. ليه ما عملتش ادعيه بصوتك؟ عملت. زي ايه؟ عملت دعاء اسمه يا رب، ده بيجي في رمضان كل رمضان بيتذاع. عملت دعاء تاني برضو ما اتشهرش ان هو بصوت رامي. لا ما اتشهرش لان هم اصلا نزلوا في الوقت اللي كنت لسه ما اتشهرتش انا شخصيا فيه، فمحتاجين تاني انك تنوريهم تاني، توري الناس تاني انك عملتيهم يعني. اللفه اللي بعدها يلا.